وأسعد الله هذه الأمة بأن حفظ لها كتاب ربها وحفظ لها دينها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأكرم الله هذه الأمة بحفظ كتابها وصيانته من التغيير والتبديل والتحريف والتعطيل، فهو باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان. فإذا أراد الله أن يهدي العبد حبب إلى قلبه القرآن، فحب القرآن مفتاح لكل خير وسبيل لكل طاعة وبر. فإذا أحس الإنسان في قرارة قلبه أنه يحن إلى كلام ربه وأنه يشتاق إلى سماع كلام ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأنه إذا سمع هذا الكلام اطمأن قلبه وانشرح صدره، فإنه قد وضع أقدامه على سبيل الله وصراط الله. حب القرآن، أن يحرص الإنسان كل الحرص على أن يملأ قلبه حبا للقرآن.